اعمل لك شاي معايا يا ماما؟ لا يا حبيبتي نسيت. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا عمنا. صباح الخير يا سيدنا. صباح الخير يا استاذنا. هو انت لازم يعني ترد على الكلمه بعشر كلمات؟ ما انا قلت صباح الخير صباح النور وخلاص يعني يا سناء. وبعدين انت ايه اللي مقعدك هنا النهارده؟ ما عندكيش شغل؟ رفعتوكي من المدرسه ولا ايه؟ ما انت لو بتتابع النتيجه كويس كنت عرفت النهارده اجازه رسميه عيد العمال. عيد العمال وانت قفلت الورشه بقى وسبت العده وجيت قعدت معانا هنا تنسينا صح؟ يا عم روح كده وانت عامل زي البتاع كده اللي بس ايه ده؟ زي البتاع. ماشي ماشي ماشي. لا يا سناء انت كده غلطانه، اخوكي ما عملكيش حاجه. ما انت مش سامعه يا ماما، بيقولي انت قاعده في اجازه وما رحتيش الورشه وانا ماسكه مفتاح 18. برضه انت غلطانه. خليكي انت كده دايما في صف وضدي، عمري ما شفت منك حنان الام. ماما هي المايه مقطوعه ولا ايه يا ماما؟ المايه لما عرفت ان انت عايزها طفشت من وشك. انا ما بتكلمش معاك يا سناء. ماما هي المايه مقطوعه ولا ايه يا ماما؟ ايوه يا حبيبي، اصل الحنفيه مفوته فقفلنا المحبس لغايه ما يجي السباك عشان يصلحها. اعمل منيلي السباك، انا مش جاي النهارده عشان اجازه رسميه عيد العمال. عيد العمال؟ وبعدين انتوا اساسا بتفكروا تجيبوا سباك ليه وانا موجود؟ دي مساله بسيطه جدا يعني. طب انت مشطه ودلايه وابو المفهوميه، صلحها انت يا فادي. اصلحها يا دي فيها حاجه يعني؟ هتلاقيها مثلا مفوته عشان ايه؟ الجلده مش موجوده او بايظه او مهريه او ان هي نفسها مش مربوطه كويس فهربطها بمفتاح كده. سناء بقول لك ايه؟ اقفي عند المحبس، اول ما اقول لك افتحي الميه افتحها على طول. من عينيا يا عادل. يا سلام، ايه الحلميه اللي نزلت عليك دي يا سناء؟ طبعا اخويا الوحيد ارفض لك طلب ده، انا عبد حتى ما بقاش متربيه. طب خلي بالك المحبس مقفول دلوقتي. انا اول ما اصلح هقول لك افتحي تقومي فاتحه، اوعي تفتحي قبل ما اقول لك افتحي. طبعا يا عادل. عشان ما اغرقش ميه. حاضر يا عادل. يلا سناء انت اتصرف. يا نفسي ان اختي تبقى حنينه كده والله. يلا. من عينيا يا عادل، من عينيا. زمانه غرق جوه يا ماما الميه. لا يا سناء ما يصحش كده، كده اخوك ياخد برد. وانا ذنبي ايه يا ماما؟ ما المحبس هو اللي معصلك، باين عليه مصدي. عيب يا محبس، اختشي يا محبس، اخويا غرق جوه يا محبس، مفيش شعور بالاخوه والمروءه، اخص عليك يا محبس. هو المحبس يا ماما. مامي انا منهاره منهاره خلاص، عادل مش رحمني، كل مره يفاجئني مفاجاه انا احمل التانيه مجنني. يو يو يو، عمل ايه بقى النوبه دي كمان يا عادل ده بقى؟ المره دي غير كل مره، المره دي انا حاسه ان الاصول السباكيه والمصرفيه اللي كانت محشوره في القاع فجاه طلعت على السطح وانفجرت، والبيه عايز يفتح محل سباكه. نو جامي جامي تشنجي با. نو حبيبتي نو نو نو، انا جوز بنتي يبقى سباك؟ لا لا يمكن لا يمكن لا يمكن. يا رانيا. ازيك يا رانيا، اخبارك ايه؟ ازيك يا حماتي؟ شفتي؟ تعالى افرجك على المفاجاه. ايه رايك؟ ايه ايه مش عارفه تقري؟ نسيت القرايه ولا ايه؟ انا مفجوعه من اول الفاجعه والكارثه. منطق منطق منطق، وريني دي ايه مكتوب في ايه؟ اتشليت. لو حنفيتك مفوته او سيفونك مسدود، عادل نقطه عنده الحل بنفسه او احد مساعديه، لا تهدر نقطه ماء لانها قد تنقذ الحياه. يا اختي كماله حلو، يا اختي شبابه حلو. ايه كمال ده؟ ايه ده؟ ايه اللي تهبتي انت كاتي كاتي؟ عايزه ابوزك بماء. ايه اللي تهبتي؟ والله يا حماتي كلفتني كتير جدا الورق ده، بس لعلمكم انا استفدت منه كتير، وزعته بقى على كل البيوت وعلى كل المحلات، وزعته في كل حته عشان الناس بعد كده يتعاونوا معايا. يا اختي كميلة يا اختي كميلة. طب وليه بقى ما حطيتش بقى الاعلان ده في الدش؟ لا الدش دي تعتبر مرحلة متأخرة، الدش ده لما اشتغل عالميا، انا دلوقتي بشتغل محليا يعني. بسم الله يا بدر حلوة انت يا اختي. والله هو انت مش واخد بالك يا بابا بذكائك الحاد ان مامي بتسخر منك وبتضحك عليك؟ لا استحالة حماتي تسخر مني، استحالة، انا عارف انها بتحبني طبعا وهتشجعني على اللي انا بعمله ولا ايه يا حماتي؟ يا حبيبي طبعا يا حبيبي طبعا، انا بهزر معاك. انت اتجننت تقول لي انا بنتي انا جوزها يبقى سباك؟ جامي جامي ايه يا حماتي؟ انا اساسا سباك طول عمري سباك يعني. يا بابي حرام عليك حرام عليك يا بابي، انت اصلا في التراوة يا بابي، ده انت حوزتنا السخان الوحيد الحالي ده من بنت عادل. لا رانيا رانيا بعد اذنك ما اسمح لكيش،
الا السخان البايظ اللي انت كنت بتتكلمي عليه ده. السخان ده اساسا ما كانش فيه علاقه بيني وبينه، ما فهمنيش يا ماما. ايه ده نوع العلاقه اللي هتبقى بينك وبين السخان؟ ما انت فاكره الحكايه لعبه يعني ولا ايه؟ لا طبعا لازم يبقى فيه علاقه ما بين السباك وما بين الحاجه اللي بيصلحها عشان يبقى فيه تفاهم. وايش فهمتك انت في السخانه ولا في السباكه اصلا؟ انت السباكه دي مش لعبه يا حبيبي. ايه يعني هتيجي اصعب من الهندسه؟ قول بقى كده، البيه بقى كان اشتغل مهندس قبل كده من غير ما احنا نعلم؟ لا من غير ما اشتغل يعني مهندس ولا حاجة، الحكاية بسيطة جدا. الهندسة دي عبارة عن ايه؟ برجل ومرجلة. ليسن يو انا لونك نو لا يمكن ان اسمح لك ان جوز بنتي انا يبقى سباك. هقول ايه لصحباتي في النادي؟ انا جوز بنتي يبقى سباك جامي. بصي يا حماتي انا هقول لك حاجة، يعني ايه رايك لو السباك اللي هو جوز بنتك ده مثلا جاب لك ده كمان شهر ولا حاجه فستانين من الحلوين من الموديلات اللي انت بتحبيها عشان تتعايقي بيهم قدام صاحباتك بتوع جامي بتوع النادي؟ يا حبيبي يا دولا يا اختي كاميله يا حبيبي، وهو في احلى من السباكه دي؟ السباكه حلوه خالص يا قلبي يا حبيبي. يا لوحي مامتي انا في لحظه تبيع كل مبادئها خلاص راحت. شرف يا اختي، فهمي ايه في السباكه يا حبيبتي؟ السباكه دي اشرف شغلانه في الدنيا واحلى سباكه في الدنيا. وبعدين يعني جوز بنتي يبقى سباك؟ ده السباكين كلهم كل بيت عاوزهم. لا 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 اكاد اصدق اذناي. يا رب يا رب ونبي ماجده هاني بتقول الكلام ده؟ حرام. يا حبيبي يا دولا يا بابي والنبي، بس انت مفيش غير واحد بس اسمه دولا. ربنا يخليك. هتجيب لي امتى الفستونات؟ الفستانات عشان بس ايه ما نكترهمش، هما كانوا فستانين بس. تلات فساتين من نوع جامد جدا. بيبي عندي طلب جاي كنت اساله، هو انا ما ينفعش اتحشر في موضوع الرشوه ده وانا كمان يجي لي اي حاجه من نواحي السباك؟ هو انا طبعا انا ما كنتش قصدي رشوه خالص، انا ما بحبش الرشوه مطلقا، لكن ما فيش مانع خالص ان انا يبقى في كام هديه صغيره كده اهو اقدمهم لكم طول ما انا ماشي وبكسب اجيب لكم هدايا كده صغيره طول ما انا ماشي يعني. خلاص بعد اذنكم هتكل انا بقى على الله. عندي اجتماع مهم جدا مع رابطة السباكين عشان نحدد بقى مستقبلنا السباكي في البلد هيبقى عامل ازاي. يلا سلام. بون شانس شيري. ايه بيبي ما تنساش تصلح البلابيع والسبابيك كويس وما تغرقش روحك بالميه. البلالية والسبابيك. حاضر. ده ايه العيلة الهبلة دي؟ طبعا يا رجاله انتوا عارفيني وعارفين سمعتي في السوق عامله ازاي يعني. طبعا الميه البيضاء. طبعا يا سنقطه، ده انت سمعتك ولا الميه المعدنيه يا رجاله. ربنا يخليك يا سترومبه، وفي حد يجي زيك برضه يا سترومبه؟ ده انا اسمع عنك من وانا في ابتدائي يا راجل، اعرف انك انت كنت تبص للانحنفيه من دول بصه كده واحده بس تقوم معدول على طول وتبطل تنقيط ما شاء الله. يا سلام يا سنقطه، ده انت رجعتني الايام الحلوه تاني، الايام الجميله، الايام اللي كان فيها الحنفيه نحاس. ايام الحنفيه النحاس. يا سلام دلوقتي الحنفيات كلها بلاستيك والقلب بتاعها بلاستيك وكله صيني. بس هو ده اللي ماشي، ودينا ماشيين مع الطيار زي ما بنودينا بنروح، وهو كله صرف والسلام. يا عم هو حد غلط في الصرف يا عم ترانش؟ في ايه؟ ما احنا بنتكلم صح اهو برضه يعني. اعذره يا عم نقطه، بس لا مؤاخذه يا استاذ ترانش، تخصص قواعد بلدي لا مؤاخذه، اسكت الارياف. لا 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 انا مش متعود منك على كده يا استاذ سليكه. معقوله هنغلط في بعضينا؟ برضه الراجل زميل يعني، ما ينفعش انك انت تغلط فيه. يا اخوانا احنا كلنا ولاد ماسوره واحده، ولازم يبقى قلبنا على قلب بعض، ما نعضش في بعض يعني، عيب يعني. لا مؤاخذة، موضوع السلكان ده بتاعي تخصصي، لا مؤاخذة، دي منطقتي ومحدش له دعوة بيها. جراس سلك، إذا كان على السلكان كلنا بنعرف نسلك لا مؤاخذة يعني. يعني لا أنت تصرف في منطقتي ولا أنا أصرف في منطقتك، ولا يا إخوانا؟ في دي عندك حق، بس أنت ما قلتلناش، أنت عايزنا في إيه؟ بص يا سيدي، أنا مجمعكم النهاردة عشان عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، يرضيني. إن أي سباك يجي من منطقة غريبة ينط على منطقتنا وياخد شغلنا؟ لا طبعًا، ما نرضناش طبعًا. لا بص بقى يا أخ عادل،
الرزق ده لا مؤاخذه مش بتاعنا، دي حاجه بتاعت ربنا، واللي مكتوب لك هتاخده. ايوه يا سيدي، احنا ما قلناش حاجه، اللي مكتوب لي هاخده، بس برضو خلي بالكوا ان ممكن اي صنايع يظهر من اي منطقه تانية يخش منطقتنا يعمل سعر رخيص عن السعر بتاعنا، بعد كده الناس كلها هتسرسب من بين ايديك زي الميه بالظبط يا اسطى. سلكها بس، هنطفش السباكين النص جلده دول ازاي؟ الموضوع ده بقى سيبهولي انا. يعني ايه يا اخوانا؟ هنقسم الشغل على بعضينا، يعني طلعه تبقى ليا، طلعه اللصه سلكها، طلعه ليك، طلعه ليك كده يعني، وهتسلك. بس احنا كده ما اختلفناش على الاول يا عم الوسطى، ما هي هي يا عم نقطه. لا يا عم الاسطوات، مش هي هي، ده احنا بقى هنوحد السعر عشان ما حدش يدي سعر عالي والتاني يدي سعر رخيص فالزبون يروح للرخيص، وغير كده هنعمل بقى صندوق للحوادث. لا مؤاخذة، ما انت كده لا مؤاخذة هتشاركنا في السبوبة. لا يا عم الاسطوات، مش هشاركك في السبوبة، السبوبة بتاعتك ماشية ما فيهاش أي مشاكل. يا اخوانا الصندوق ده عشان يحمينا ويبقى في ظهرنا كلنا يا اخوانا، ولازم كل شوية نحط فيه فلوس، نخلي حنفية الفلوس مفتوحة عشان نملى الصندوق. واحنا لا مؤاخذة يعني لو احتاجنا أي شيء، الصندوق ده يعني يا رجالة يبقى كفيل بيها؟ امال ايه يا عم الاسطوات، امال ايه؟ هيبقى كفيل بيها، بس اهم حاجه الصندوق ده يتملي الاول، واهم حاجه يا اخوانا ما نعضش في بعضينا عشان نبقى كلنا ايد واحده، ما يبقاش اي سباك من بره يخش على شغلنا، ولا غلط؟ لا صح فعلا صح. امال ايه، لازم نحافظ على شغلنا ولا ايه يا اخوانا؟ كانت غايبه عننا الفكره دي ازاي؟ اه ادي فايده العلام. امال ايه، انا عشان كده بقول لكم يا اخوانا اهم حاجه دلوقتي ان احنا كلنا نجتمع وكلنا نبقى ايد واحده، متفقين يا رجاله؟ متفقين متفقين. ولا سعداوي يا اسطى عادل، هات لنا يا ابني مشاريب على حساب الرجاله يعني. شوف انا اصنوط. اه بس بقول لك ايه، ما تجيبش حاجه فيها ميه عشان الناس مش ناقصه ميه. انا اجيب لك يا باشا. اقول لك ما تجيبش حاجه، سك على المشاريب. الله 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 الله، جراس عادل مش عوادك يا باشا تبقى مقرطها على نفسك كده. لا ما انا خلاص بقيت شغال سباك، يعني لازم ابقى جلده. السلام عليكم. لو سمحت. ايه؟ ما تعرفش الاستاذ عادل نقطه فين لو سمحت؟ نقطه؟ كلم يا استاذ عادل. اهلا وسهلا، تحت امرك، اتفضل. مش باين عليك انك نقطه خالص. انت هتدقق، ما كلها اسامي وخلاص. ايه يا عم انت بتزعق؟ زبون جاي لي بتزعق له؟ بتكره الله. تحت امرك يا باشا. حضرتك يا استاذ عادل انا فرحي كمان اسبوع. طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ عايزنا اطلع لك زفه للفرح من السباكين كلهم يقعدوا ينفخوا في المواسير بتاعت القرب ولا ايه؟ مش فاهم. لا لا حضرتك فهمتني غلط، انا فرحي كمان اسبوع والسباكه لسه ما خلصتش بتاعت الشقه. طب ما تتجوز وتخلي السباكه دي بعدين. انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟ انت مش عندك شغلك؟ اتكل على الله. وده ينفع برضه عم عادل؟ طب استحمى ازاي بقى؟ يا سلام، وانت مستني تتجوز عشان تستحمى؟ ما استحمتش الفتره دي كلها. عموما يا سيدي اول يومين جواز استحمى فطشت لغايه ما السباكه تخلص. يا عم عادل ابوس ايدك، ده انا لفيت الدنيا كلها ولفيت على سباكين مصر قدام وورا وفوق وتحت، كل السباكين دول ما فيش حد يعمل لك المصلحه دي الا الاستاذ عادل نقطه. ايوه انا عارف طبعا ما فيش حد يقدر يعملها غيري، بس ايه طلباتك يعني؟ يعني انت، انا بص باخد مبلغ قليل لكن مش ببلاش، ايه اللي انت عايزه؟ يا عم عادل انت طبعا عارف الجواز تعبني هلكني خالص، خد اللي ورايا واللي قدامي. انت هتقول لي على الجواز؟ ده انا ليا ابن خالتي اتجوز امبارح، قاعد مع حماته ومراته وبنت عمه. ما تحكي له بقى، ما تحكي له من اول ما انت اتولدت. حضرتك انت جاي بترغي معانا ليه؟ اتكل على الله. الله عم اتكل على الله. بص يا عم عادل انا هديك 500 جنيه. ايه 500 جنيه بس؟ ابوس ايدك تخلص لي الشقه قبل الفرح، ده انا خلاص حجزت القاعه وعزمت النعازين. عزمت النعازين؟ طب وليه عزمتهم؟ وبعدين ما انت مزنوق قوي كده يا عم، ليه اساسا تفكر انك انت تتجوز؟ يا عم عادل والنبي ما تفكرنيش بالموضوع ده يا عم عادل، والنبي ده عادل ربنا وربنا غاضب كده. ابوس ايدك يا عم عادل. صل على النبي، صل على النبي يا عم، صل على النبي. معلش معلش، شده وتزول باذن الله، ما جراش حاجه الحمد لله. يعني ده قضى اخف من قضى الحمد لله، انك هتتجوز بس يعني ما جراش حاجه الحمد لله. يعني خلاص يا عم عادل اروح اكت الحجز. اكت الحجز؟ اكت يا سيدي، وانا اقدر اقول لك اجله اكت واكت. ربنا ما يحرمني منك يا عم عادل، ربنا يخليك. خد ادي ال 500 جنيه اللي اتفقنا عليهم. ماشي يا سيدي. وادي كمان مفتاح الشقة. ماشي. وادي العنوان يا عم عادل. ده انت مرتبهم عشان ما تتوهش منهم. ماشي يا سيدي. كل حاجة تمام كده؟ كله تمام. اتكل انا على الله بقى. اتكل على الله. واتجوز وانا تمام. اتجوز. سلام عليكم يا عم عادل. مع السلامة. ربنا ما يحرمني منك يا عم عادل. ربنا يخليك ليا يا رب. ما اتحرمش منك يا عم عادل.
الحمد لله احنا شعرنا ان احنا لازم نرضي كل زبون على قد فلوسه. روح هات لي ليمون، هات ليمون اجري. الليمون اللي هنا مضروب. يا ساتر. ما تروح تضرب الزباين اللي قاعدين بالمره. ايوه غطي لي كله يلا، مش عايز اي حاجه من الاكل دي تبان. ايه اللي انت بتعمله ده يا ما تنظف عادل يالا. بص يا استاذ عادل، انا ما جيت امضي معاك في العقد ما مضيت ان انا هشتغل في المحل دول وطعميه للتيكاوي، لكن ما مضيتش ان انا امسح ادوات صحيه. يا سلام، صعبان عليك نفسك قوي. مالها الادوات الصحيه؟ الادوات الصحيه دي جزء من الشغل. عاجبك الشغل اهلا وسهلا، مش عاجبك اتكل على الله الباب يفوت حمار اهو. لا لا ايه ده يا معلم انت زعلت؟ لا لا والله ده انت الخير والبركه. اه بحسب ما تفوت يلا 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 اتكل على الله اتكل على الله. لا 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 والله ابدا والله ما اقدر. بص بص حضرتك، بص انا شغاله اهو حلوه اهو. بص بص ايوه ما تجوش الا بالعين الحمراء. بقول لك ايه يا استاذ عادل، انا عندي اقتراح انما هيعجبك قوي. هتقترح عليا؟ اقترح يا سيدي. ايه رايك بقى في الركن البعيد الهادي ده نحط فيه اكسسوارات كمبيوتر وحاجه تنفع برضه؟ اكسسوارات الكمبيوتر جايه بكره، ياد عندك مانع؟ يا والله فرحت والله فرحت. ده حتى المحل يشتغل بدل ما احنا مش لاقيين حاجه نعملها. قصدك ايه؟ قصدك ان المحل فاشل وصاحبه فاشل مش لاقي حاجه تعملها؟ لا ما يقصدش ما يقصدش يا استاذ عادل، ما يقصدش يا اسطى، هو يقصد يقول لك خلينا نعرف نشتغل بدل ما احنا مش لاقيين حاجه نعملها. بحسب بيغلط ولا حاجه. ايه ده؟ هو انا اقدر يا معلمه؟ ده انت الخير والبركه برضو. بقول لك ايه يا معلمه، انا في كام سؤال كده زنقني وعايز اسالهم لحضرتك. يعني انا اليوم كله فضيله، اسال يا سيد. هو ازاي الحنفيه تبقى بلوتوث؟ يا ابني سهله يا ابني، بص انا هجيب لك واحد اغبى منك هو اللي يرد عليك. رد عليها لهيمة. هي دي محتاجه مفهوميه ده ميزو، ما تركش شويه يا بلوتوث، يعني تبعت لها رساله من موبايل تتفتح. يا بص طلع اغبى منك ما شاء الله. يا لا يا اهبل يا اهبل، بلوتوث عباره عن ايه؟ الحنفيه بيبقى فيها بلوتوث، واخد بالك؟ الحنفيه دي بتجمع بقى البخار كله وتقوم محولاه لميه على طول. طب بقى وهي بقى بتجيب البخار منين؟ بتجيب البخار من البتاع، بيبقى مربع وفي واحده يلا 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 اتكل على كل واحد يروح يشوف شغله، ولو اي حد جه سالكم في حاجه السباكه تعالوا خلوني انا اللي اتكلم عشان افهمه بدل ما انتوا تطفشوه. طب لو حد سال على السندوتشات؟ قول له ما عندناش سندوتشات، يروح لاي محل جنبنا، احنا فاضيين للسندوتشات والكلام الفارغ ده. بيبي هو انت مش كنت وعدتني من شويه كتير كده ان انت تجيب لي الصندل اللي انا كان نفسي فيه؟ هتجيبه امتى بقى؟ فعلا هيجيب لك صندل بلاستيك ماركه انما ايه، صيني استلس كده عشان ما يصديش من الميه. موتي غيظا يا سناء. بيبي ما تتكلمش معاه لان سناء دي اصلا مثال لاعداء النجاح اللي بيسموهم كده يعني. حوشي حوشي يا بنت النجاح اللي عمال ينقط من جوزك، حوشي لمي يا بنت النقط بالحلل لمي. ولا بلاش بينقط دي عشان ما تضطريش تركبي له جلده. سناء سناء لو سمحتي ما تعصبينيش لاني دايما احاول ان ابطل ان احتك بيكي عشان ما اتعصبش عليكي. تقصدي يا رانيا؟ ما اقصدكيش يا سناء، ولعلمك صوتي معلش عليكي وانا بتناقش معاكي. بس انا بحسب بحسب وانا واقف يا بنتي شويه وانا واقف. ما تلم مراتك يا عادل. انا لم مراتي اعمل لها ايه؟ ما اعرفش. وبعدين ايه يا رانيا؟ ايه يا رانيا؟ بس بس استنى 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 عايزكم كملوا خناق مع بعضيكوا على ما افتح الباب واجي. ها اوعى اوعى. كملت بس مش عايز اسمع صوتك خالص، اكتمي خالص. رانيا السلك القوي جه. ايه ده الله، هو السلك القوي بقى يوصل دليفري للفقرات بتاعته في البيوت؟ لا ده مش السلك القوي، ده صلاح العريس. ازيك يا ابو صلاح عامل ايه؟ كده برضه يا عم عادل، العامله السودا اللي عملتها فيا دي انا اخش الشقه الاقي السباكه كلها بايظه. يا بنت اسكتي اسكتي خالص اسكتي. سباكه ايه اللي بايظه؟ انا عامل لك شغل طبيعي 100%. الطبيعي ان انا اخش الشقه وافتح الدولاب الاقي الدش جوه الدولاب. يا بنت بقول لك اسكتي، يا بنت اسكتي خالص اسكتي. حضرتك يعني انا عامل لك شغل مظبوط، وبعدين انا الدش حاطته لك في الدولاب لان الحمام بتاعك صغير، قلت احطه في الدولاب لغايه يعني ما نشوف له مكان يعني. طب تحطه في الدولاب ماشي اوكي، انما ما بنزل ميه من جوه الدولاب. انت يا عم يا بنت قلت لك بس يا بنت كان ستوب يا ابني. انت البنت هترجع على حاجه هتموتها هتفطسها. بقول لك انت اصلا 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 انت مش فاهم، ده نيو جنريشن في النيو ديكوريشن، ده ارت انت مش فاهمه. ما هو الراجل عامله ارت الدش طلع من الدولاب. ايه وبعدين فيها ايه يعني لما اركب لك الدش
تخش جوه الدولاب اجرم منها تستحمى ومنها تغسل هدومك عشان هتبقى قريب من الدولاب. ايوه بالظبط كده بالظبط، ده انا عامل لك شغل اللي انا عامله في بيتي بالظبط يا استاذ. يا عم عادل انا مش عايز الشغل ده خالص، الشغل ده ما يلزمنيش، انا عايز فلوسي، ولو ما جبتش فلوسي انا هاخدهم وبطريقتي، وانت ما تعرفش طريقتي عامله ازاي. ايه هتاخدهم ازاي يعني؟ بالعافيه يا عم عادل. مش انت يا ناصح تستاهل كل اللي حصل لك، تستاهل. الله ينور عليك يا عريس، الله ينور عليك. انا كده بقى ارجع لك فلوسك يا معلم. يا سلام، ادي 500 جنيه بتوعك وادي 200 جنيه كمان نقطه مني يا عم للجواز. ما تقلقش منك يا عم عادل، ربنا يخليك. يا بنت قلت لك اسكت يا بنت، يا بنت يا بنت اسكت يا بنت. طلعها يا عم. وحش. بس عاجبني طريقته في تعامله مع مراته. يا بنت اسكت يا بنت، خش بتاع يا بنت، خش بتاع. بقول